الأرتريول الأعلى. الأرتريول ممكن نشوفه بعينينا أو ممكن نشوفه بعينينا في مكان وحيد. لما نيجي نعمل فحص القاع العين في الريتنا في الشبكية، الأرتريول المغذية للشبكية ممكن نشوفها بالأوبثالموسكوب أو عند فحص قاع العين بالأوبثالموسكوب. نبص كده اهوت، نبص نلاقي الأرتريول قدامنا، ويستخدم في تشخيص الاثيروسكلروز تصلب الشرايين والهايبرتنشن لو انا بفحص قاع العين. الارتريول الوول بتاعه فيه سموز ماسل كتير، سموز ماسل قويه، وان كان الالاستيك فايبرز فيه قليله الا ان الاستيك اللي موجود فيه هو السموز ماسل، ولذلك يتحكم فيه هنا عضلة قوية، strong muscle، smooth muscle. الأرتريول رايح له sympathetic tone، sympathetic tone، sympathetic innervation قوي. تعال نشوف الأرتريولز اللي هي مكان للمقاومة، مكان للresistance to blood flow، والأرتريول منظم للblood flow رايح للتشو. لو انا اتحكمت في الدايمتر الارتريول وعملت فازو كونستريكشن وعملت فازو دايلاتيشن، انا استطيع اتحكم في هذه المقاومه واستطيع اتحكم في البلاد فلو اللي رايح للتشو. لما اقول لحضرتك هنا ده مكان مقاومه لسريان البلاد فلو لسريان الدم، لما اقول لحضرتك انا هعمل هنا فازو كونستريكشن يبقى الريزيستنس للبلاد فلو هنا يزيد، يبقى البلاد فلو اللي وصل للتشو يقل. ولو قلت لحضرتك انا هعمل فازو دايلاتيشن الريزيستنس تقل والبلاد فلو اللي رايح للتشو يزيد، اذا انا استطيع اعمل كنترول للريزيستنس مع البريفرال ريزيستنس واستطيع اعمل كنترول للبلاد فلو تو ذا تشو. فهيا بنا ندرس حاجه اسمها ريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريول. ببدا بحاجه اسمها لوكال ريجوليشن. كلمه لوكال ريجوليشن يعني هنتكلم على مواد واشياء طالعه من هذا المكان من الارتريول وتؤثر فيه. لوكال يعني عوامل في المكان هنا. تعالوا نشوف لوكال ريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريول، وده ممكن يجي سؤال، بل جه سؤال. من ضمن الحاجات اللي تعمل ريجوليشن للدايمتر اوف ارتريول، لوكال ريجوليشن للدايمتر اوف ارتريول، اول حاجه يا شباب الاكسجين تنشن. كلمه اكسجين تنشن او بي او 2 دي معناها الضغط اللي عامله الاكسجين المزاد في الدم. الاكسجين المزاد في الدم الغير محمل على هيموجلوبين يبقى له ضغط، بنسميه اكسجين تنشن، ننطقه كده، او نسميه البي او 2. إذا قل الأكسجين تنشن هنا يا شباب، فده من العوامل اللي تعمل لي فازو دايلاتيشن، يبقى لها تأثير على السموز ماسل اللي موجودة في الأرتريول وتسبب فازو دايلاتيشن. إذا قل الأكسجين تنشن فهنا يحصل دايركت فازو دايلاتيشن، وأكثر مكان يحصل فيه دايركت فازو دايلاتيشن نتيجة نقص الأكسجين هو الهارت. ايضا زياده السي او 2 تعمل دايركت فازو دايلاتيشن، واعظم مكان لما يزداد في السي او 2 يحصل دايركت فازو دايلاتيشن هو السي ان اف. نقص الاكسجين تنشن يا شباب يصاحبه دايركت فازو دايلاتيشن، اصل لما يقل الاكسجين تنشن انا محتاج اوسع الارتريول عشان يجي بلاد فلو كتير يعوض نقص الاكسجين تنشن. الكلام دوت قاعده عامه؟ اه قاعده عامه. نقص الاكسجين تنشن بيعمل دايركت فازو دايلاتيشن، ولكن لكل قاعده اكسبشن. نقص الاكسجين تنشن يعمل دايركت فازو دايلاتيشن في كل الارتريول ما عدا البالمونري، ما عدا في اللنج. نقص الاكسجين تنشن ممكن يعمل لنا فازو كونستريكشن. من ضمن اللوكال ريجوليشن للدايمتر اوف ارتريول الميتابولايت.
واحنا سمعنا في الاوتونوميك عن دور الميتابولايت. زي ايه الميتابولايت دي؟ ما انا لسه قايل مع الاكسجين، زياده السي او 2، زياده الوست برودكت اللي طالع من الخليه، سي او 2، هيدروجين ايون، لاكتيك اسيد. الله ينور عليكي. ادينوزين اللي جاي من تكسر وتحلل الاي تي بي. كل الميتابولايت دي اذا زادت تعمل ايه في البلاد فيزل؟ برضه دايلاتيشن، علشان ياتي البلاد فلو سريعا ويعمل ووش لهذه الميتابولايت. يبقى ايضا الميتابولايت يا شباب من الحاجات اللي تعمل برضه دايلاتيشن في الارض. هنا في ظاهرتين بيتسالوا في الشفوي، اكتب جنبهم شفوي. ظاهره اسمها اكتف هايبريميا. خليك ذكي، الاجابه من العنوان اكتف هايبريميا. انا لما اسمع العنوان ده اجاوب من العنوان. لما التشو، اي تشو اي اورجن يبقى اكتف، لما التشو ده يبقى اكتف يوم يستهلك اكسجين كتير ويطلع ميتابولايتس ووست برودكتس كتير. واحنا قلنا لما يبقى فيه ميتابولايتس كتير يقوم الارتريون بيحصل لها برضه دايلاتيشن، فيجي بلاد فلو، يتدفق بلاد فلو لهذا الاورجن كتير. عشان كده اسمها هايبر ايميا. هايبر يعني زياده، وايميا يعني بلاد، يعني زياده في البلاد فلو. من عنوان تاني، لما التشر يبقى اكتف تحصل هايبر ايميا. يعني ايه هايبر ايميا؟ هايبر يعني زياده، وايميا يعني بلاد فلو، يعني زياده في تدفق الاورجن. الاورجن كل ما يبقى نشط كل ما يتدفق له دم زياده. ادي تفسير الاكتف هايبريميا. ايه النظريه هنا؟ ان لما ابقى اكتف تشو يوم يحصل فازو دايلاتيشن بالميتابولايت. الميتابولايت تعمل فازو دايلاتيشن فيجي بلاد فلو كتير لهذا المكان يعمل ووش لهذه الميتابولايت. النظرية الثانية أو الكلمة الثانية اللي تتفق معاها في الشفوي لما تقول له الأكتف هايبريميا يقوم يسألك في اللي بعدها. إنما إذا ما اتكلمتش في الأكتف هايبريميا يبقى مش هتتفق في اللي بعدها. رياكتف هايبريميا. الناس اللي جاية متأخر يا شباب، إحنا مختارين الميعاد واحدة ونص علشان يبقى كل الناس خلصت نحاشينها ومحدش يتأخر. لان اللي بيتاخر بيجي بعد 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه، انا ما عنديش اي مشكله، بس المشكله تبقى عنده هو. هو بيقول له ايه بقى ان شاء الله؟ ايه الموضوع؟ عبال ما يستوعب ايه الموضوع دي ساعه ربع ساعه كمان. الدرس بيتسحب من ايديه، وده درس دروس جديده. يا عم احنا لسه بادئين نتوكل على الله، بس يعني لو بننبه فيما بعد. رياكتيف هايبريميا. رياكتيف هايبريميا، خليك ذكي. رياكتيف هايبريميا، بص على المثال ده. اذا انا جيت هنا اهوت على الابر ارم دي وعملت هنا ضغط وعملت رفعت الضغط وعملت اوبستراكشن للارتري، بس تمبوراري مؤقتا ترانزيان. لو انا جيت ضغطت على الارتري ده والبلاد فلو قل اللي واصل الى دراعي ده، قل البلاد فلو اللي واصل له، التشو دي بتشتغل بتطلع ميتابولايت. الميتابولايتس هنا مفيش بلاد فلو بيجي يعمل لها ووش فتتراكم فتعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيزلز دي، لكن لسه مفيش بلاد فلو جايه. ده انا قافل هنا. فاول يا شباب ما اروح جاي بس مقلل البريشر حوالين الارض الاقي الدم بيندفع وايديا بتحمر وفي تدفق للدم يزداد البلاد فلو. دي بيسموها ري، يعني مره ثانيه رياكتيف هايبريميا. هايبريميا يعني زاد البلاد فلو، زاد البلاد فلو للتشو. بس امتى زاد البلاد فلو للتشو دوت؟ افتر تمبرري اوبستراكشن للارتري. لما قفلت الارتري سنه او ضغطت على هذا الارتري فما فيش بلاد فلو، تراكمت هنا الميتابولايت، بس مفيش حاجه بتيجي بتعمل لها ووش، بتعمل فازو دايلاتيشن. اول بس ما تسيب كده هذا الاوبستراكشن واخف هذا البريشر الدم بيندفع في الضغط جدا متسع يحصل فيه تدفق هايبريميا. ثالث حاجه في الريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريولز
هو حاجة اسمها auto regulation، ودي ممكن تيجي سؤال نظري لوحدها الحتة دي auto regulation of diameter of arteriole. يعني ايه auto regulation of diameter of arteriole؟ يعني تنظيم ذاتي. auto regulation يعني تنظيم ذاتي. تنظيم ذاتي لإيه؟ كل تشو يا شباب بينظم حاجته من البلاد فلو. كل تشو بيحتاج كمية من البلاد فلو، ويستطيع ان هو ينظم حاجته من البلاد فلو. auto regulation معناها ability of tissue، مقدرة التشو ان هو regulate البلاد فلو اللي وصله according to its needs حسب حاجته. والauto regulation في الارتريول في most tissues، في معظم التشوز ظاهرة ومعروفة وموجودة، لكن أوضح في قلبه، في الكدني، في الليفر، وفي البرين، وفي الهارت. إيه الظاهرة دي؟ إيه الميكانيزم بتاعها؟ إزاي التشو ينظم حاجته من البلاد فلو؟ إزاي لو زاد البلاد فلو التشو دوت بيعمل حاجة تقلله شوية ترجعه للنورمال، وازاي لو البلاد فلو ده قل اللي وصل للتشو التشو يعمل حاجة فيزوده. دي اسمها اوتو ريجوليشن، تنظيم ذاتي. في ميكانيزمين هنا بيفسروا الاوتو ريجوليشن، حتى واحد منهم اسمه الميتابوليك. انا بقول لحضرتك كل ما التشو يبقى اكتف، كل ما حاجته للبلاد فلو تزداد، كل ما يبقى شغال كتير يطلع ميتابولايز كتير هتعمل فاضو هيجي له بلاد فلو اكتر. انا اكتر فمحتاج بلاد فلو اكتر، فيقوم ان هو الميتابولايز ميتابوليك ميكانيزم، يقوم الميتابولايز اللي نتج عن هذا الاكتف اورجان توسع البلاد فيزل فتاتي بلاد فلو زياده، يبقى قدرت انظم الكلوت فلو اللي وصل لي حسب حاجتي according to needs. النظرية الثانية الجديدة اسمها مايوجينيك، ولا جديدة ولا حاجة. مايوجينيك يعني نظرية عضلية. أنا لسه بقول إن الأرتريول يا شباب في الوول بتاعه فيه سموث ماسل كتير. طبقة السموث ماسل هنا طبقة قوية. مايوجينيك يعني عضلي. العضلة اللي موجودة اللي في الوول هنا هي سموز ماسل. طب ودي فيها دور، لها دور في الاوتو ريجوليشن؟ اه لها دور في الاوتو ريجوليشن. ازاي؟ اذا زاد البلاد فلو اللي جاي للاورجن ده، الارتريول ده بيحصل له ستريتش، ده البلاد فلو، ادي حدود الارتريول، جاي بلاد فلو يروح الارتريول عامل كده يحصل له ستريتش، بس ده جوه سموز ماسل، والسموز ماسل دي اتك منه فيه. السموز ماسل لما اعمل لها ستريتش تتكهرب وتعمل كونتراكشن، فبعد ما تتعامل كده بتيجي زياده البلاد فلو والستريتش تقوم تحصل انها تنقبض. لما تنقبض تضيق البلاد ريدل، يقوم يقل البلاد فلو. ايه ده؟ ده كان زايد. لا، زياده عن اللزوم، انا مش محتاج زياده عن اللزوم. يبقى قلل. قلل ازاي؟ لما يحصل زياده في تدفق الدم بلاد فلو يزيد، انا عايز اقلله. دي اسمها اوتو ريجوليشن، تنظيم ذاتي. عايز كل حاجه في المظبوط، تعلى اقللها، تقل اعليها. زاد البلاد فلو يقوم ده ستريتش للوول، والوول ده سموز ماسل، والسموز ماسل لما تتشد في الكهرباء دي بولرايزيشن كهرباء تسري فيها، فتعمل مع الستريتش ده تروح عامله معظم كل ستريتش. فيقوم يقل البلاد فلو اللي رايح ستش. يبقى ده نظريه اخرى يا شباب تدعم فكره الاوتو ريجوليشن، والعكس صحيح. لو قل البلاد فلو اللي رايح للتشو، انا هنا تيوب الارتريول وفي سموث ماسل، لو قل البلاد فلو هنا يا شباب انا بابا عايز ان هو ازود البلاد فلو،
نقص الفوسفرو اللي وصل للتشو يخلي هنا هو السموز مصل هنا هو الشباب نتيجة نقص هذا الفوسفرو ان هي يحصل فيها كونتراكشن يعقبه ريلاكسيشن. نقص البلاد فلو اللي رايح للتشو معناها ان انا هنا عامله ما يشبه الكونستريكشن، يعني انا اصلا ضيقه، ما في نقص في البلاد فلو ضيقه صح؟ فبعد نتيجه نقص هذا البلاد فلو يقوم يحصل معنى اي عضله لما تنقبض يعبقري والكونستريكشن يعقب الكونستريكشن ريلاكسيشن فيقوم يزيد هذا البلاد فلو. ثاني حاجه ان لما قل البلاد فلو يقوم التشو دوت ميتابولايز تتكتر فيه ميتابولايز قمت فتح لي هذه البلاد فيزل لا يعمل ميكانيزم بمفرده لكن لا في الاورتريول ده ماشي في الاورجن الاورتريول ده ماشي في الاورجن الاورجن ده مشبع فيه بالاورتريول فيبقى اذا زاد البلاد فلو يا شباب هيعمل ستريتش الستريتش دوت يعقبه كونتراكشن كونتراكشن يبقى فوق كونستريكشن يبقى الليست بلاد فلو مره اخرى. تاني خد مثال علشان ما تتلخبطيش. مايوجينيك ميكانيزم ناخدها بهدوء وببساطه. مايوجينيك ميكانيزم يا شباب بمعنى إذا زاد البلاد فلو لرايح للتشو، آدي التشو أهو وآدي البلاد فلو. لو زاد البلاد فلو لرايح للتشو خلاص زاد. الول هنا هو يحصل فيه ستريتش. ستريتش ده لمين؟ السموث ماسل اللي موجود في الول. السموث ماسل دي عضلة لما عملت فيها ستريتش يقوم يعقب هذا الستريتش بالكهرباء يحصل فيها ديبولاريزيشن. هفتح فيها الصوديوم تشانل هيدخل فيها صوديوم يحصل فيها ديبولاريزيشن تتكهرب يعني تعمل كونتراكشن. اذا انا حصل لي ستريتش بعد شويه هيحصل لي كونستريكشن فاقوم اقلل كميه البلاد فلو مره اخرى. يبقى ده كده يا شباب المايوجينيك ميكانيزم. من ضمن اللوكال ريجوليشن للدايمتر اوف ارتريول لو حصل انجري في الوول لو الارتريول ده حصل فيه انجري يا شباب وجت البليتلتس هنا بتطلع حاجه اسمها سيروتونين والسيروتونين بيعمل برضه كونستريكشن ولذلك في بعض المواد اللي ممكن تطلع تعمل لنا برضه كونستريكشن وتقلل البلاد فلو اللي واصل للمكان اللي فيه انجري والكلام ده خدناه قبل كده حتى مش السيروتونين لوحدها ومعاها الترومبوكسان اي 2 ايضا يا شباب لا نقبل تاثير التمبريتشر. لو في تيشو بيشتغل كتير وعامل اكتيفيتي التيشو ده حرارته بترتفع التمبريتشر لما تزداد تقوم كامل في البلاد فيزل في الارتريول برضه دايلاتيشن فيجي بلاد فلو كتير والعكس صحيح. حته مهمه وجت في امتحانات وتكررت في امتحانات كتير قوي اسمها substances secreted by endothelium. انا لسه بقول local regulation of diameter of arteriole. بقول local يعني يا دكتور يعني في المكان في الارتريول نفسه في عوامل هنا تؤثر في الارتريول نفسه على الديامتر بتاعه فازو كونستريكشن او فازو دايلاتيشن. سبستانسز ريليزد باي اندوثيليوم يعني مواد مشتقه من الاندوثيليوم. هو فين الاندوثيليوم ده؟ دي الطبقه المبطنه للبلاد فيزل. ده جت سؤال اكتب جنبه متكرر نظري ده جه اكتر من مره في الامتحانات اخر العام. Substances released by endothelium. واحد البروستاسايكلين. واضطر لما اتكلم على البروستاسايكلين اقارنها بالثرومبوكسان
كتبنا كاتب بروتا سايكلين اند ثرومبوكسان اي 2. هو الثرومبوكسان اي 2 بيخرج من الاندوثيليوم. اذا لما اكتب رقم 1 بروتا سايكل، لان البروتا سايكل يا شباب بيخالف من الهيلثي اندوثيليوم، من الاندوثيليوم السليم الصحيح. انما الثرومبوكسان اي 2 ده خارج من البلاتلت اللي راح تمسك في انجرد اندوثيليوم. الثرومبوكسان اي 2 ربنا مخلي العمل بتاعه انه يجمع لي بلاتلت اجريجيشن وكمان برضه كونستريكشن، في المكان اللي انا عايز اعمل فيه وزن، في المكان اللي انا عايز اسد فيه الجرح. انما في الاندوثيليوم اللي حوالين هذا المكان اللي حصل فيه الانجري هنا، المكان الهيلثي ده بيطلع لنا بروستا سايكلين تقلل البليتلت اجريجيشن وتعمل لنا فازو دايلاتيشن، توسع البلاد فيزل وتقلل تجمعات البليتلت. فربنا عامل لنا اتزان. ثرومبوكسان اي 2 عكس الوظيفة بتاعته البروستا سايكلين. البروستا سايكلين خارج من الاندوثيليوم، والاثنين بيتصنعوا من مادة واحدة، سواء البروستا سايكلين اللي بيطلع من الاندوثيليوم او الثرومبوكسان اي 2 اللي بيطلع من البليتلت، بيتصنعوا من حاجة اسمها الاراشيدونيك اسيد في وجود انزيم اسمه سايكلو اوكسجيناز انزيم. هنا في نقطة في الحياة العملية، نقطة في الحياة العملية، وهي ينصح إن الناس فوق سن الأربعين تاخد اسبرين لو دوز. ناخد اسبرين ليه؟ إن سمول دوز، لأن الاسبرين في جرعات صغيرة واستخدامه لفترات طويلة يؤدي إلى منع لتكوين جلطات. إزاي؟ احنا قلنا في اتزان ما بين البروستا سايكلين الفازو دايليتور وما بين الثرومبوكسان اي 2 الفازو كونستريكتور. لقينا يا شباب ان الاسبرين انهبت السايكلو اوكسجيناز انزيم. الريفرسبل انهبيشن لهذا الانزيم اللي له دور في تصنيع الثرومبوكسان اي 2 والبروستا سايكليك. طب ما كده هيتمنع الاثنين. بص حضرتك، البليتلت فترة حياتها قصيرة، حوالي 7-8 ايام. انا جيت هنا عملت انهيبيشن للسايكل اوكسجينيز انزايم، منعت تكوين الثرومبوكسان اي 2. طب انا كاسبرين عملت انهيبيشن للسايكل اوكسجينيز انزايم ومنعت تكوين الثرومبوكسان اي 2، بس البليتلتس دي فترة حياتها قصيرة، بعد كام يوم أصلا هي بيحصل لها جسم بتتكسر. ولذلك الهوت أنا أخذت الثرومبوكسان اي 2 والبليتلتس بتعيش فترة قصيرة فتلاشت، ما عادتش بتطلع ثرومبوكسان اي 2. بينما أنا لو عملت انهيبيشن لتصنيع البروستاسايكلين في الاندوثيليوم، فالكلام ده لمدة مثلا يوم ولا اثنين ويرجع الاندوثيليوم يطلع لنا البروستا سايكلين، فيبقى عندي بروستا سايكلين من غير قدامه ثرومبوكسان اي 2، عندي اللي يعمل فازو دايلاتيشن وما عنديش اللي يعمل فازو، يبقى فيه فازو دايلاتيشن. والبروستا سايكلين بيقلل البليتلت اجريجيشن فيمنع التجمعات اللي بدايه تكوين جلطات. انا عملت انهبيشن للثرومبوكسان اي 2 اللي موجود في اقل كميات، مش اختفى لكن قل. ما هو كلامه صح، احنا ما قلناش حاجه، بس انا دلوقتي عندي بليتلتس موجوده. ايه موجود فيها؟ عملت انهبيشن لكل الثرومبوكسان اي 2 اللي موجود في البليتلتس. تجيب قطاع من البليتلتس دي اللي بقى عندها 5 ايام ولا عندها 6 ايام ولا عندها 7 ايام واللي ماتت واللي هتموت بعد يوم واثنين. فقطاع كبير جدا قللت كم الثرومبوكسان اي 2، قل مش اختفى، قل. بالمقابل البروستا سايكلين اللي قلل فتره بسيطه
يرجع يزداد وينشط تاني. الاندوثيليوم موجود انما البليتليت كثير منها يتكسر. طب اللي هتطلع جديده اللي هتطلع جديد هيبقى كميه قليله. انت بتاخد اسبرين تاني، تاخد اسبرين ان سمول دوز، مش قرص واحد في اليوم، مش قرص واحد لمده يومين ثلاثه، بقول فور لونجر بيريود سمول دوز. يعني احنا بننصح الناس في سن ال 40 خد اسبوسيز اطفال، ده اسبرين ان سمول دوز لمده اسبوع، لا مدى الحياه. بيمنع تكوين ضغطات، بتاخد كمية صغيرة عند الناس اللي ممكن يبقى عندهم هيستوري ان ممكن يتكون عندهم الضغط. فدي نقطة كلينيكية ممكن تمنع ان واحد يجيله مايوكارديال انفاركشن لا قدر الله. من ضمن المواد اللي بتطلع من الاندوثيليوم في عندنا الاندوثيلين والاندوثيليوم derived relaxing factor. ثلاث مواد بيطلعوا من الاندوثيليوم علينا، الاولى البروستاتايكرين، واضطريت عشان اذكر الميزان كفتي الميزان قلت البروستاتايكرين والثرومبوكسان اي 2، الاثنين اوبتروفاز، الاثنين كفتي ميزان متناقضين، ربنا عاملهم كاتزان في وقت تكوين الجلطات نعمل كذا، يبقى مع البازو كونستركشن والبليتليت اجريجيشن، وفي وقت عدم تكوين الجلطات انا محتاج البازو دايلاتيشن وديكريز بليتليت اجريجيشن. في مادتين تانيين الاثنين عكس بعض. ماده اسمها الاندوثيلينز، دي مجموعه من المواد. اندوثيلينز طالعه من الهيلثي اندوثيليوم. ودول النوعين تو تايب. اندوثيلين واحد واندوثيلين اثنين، والعدد الامينو اسيدز اللي فيهم حوالي 21 امينو اسيد. الماده دي مكونه من بولي بيبتايد تشين حوالي 21 امينو اسيد. نوعين وله اربع مستقبلات، اربع تايبس اوف ريسبتورز، اربع تايبس وله أربعة تايبس من الاندوثيليوم وتو تايبس اوف ريسبتورز. الاندوثيليوم هنا يا شباب بازو كونستريكشن عنيف. أربعة تايبس، أربع أنواع عيلة اسمها اندوثيليومز وتو تايبس من الريسبتور. عدد الأمينو أسيدز 21 أمينو أسيد. بازو كونستريكشن قوي وعنيف. بوتنت بازو كونستريكشن، كلمة بوتنت اللي مكتوبة عند حضرتك يعني فيري سترونج. أحفظ إزاي الأكشن بتاعه يا دكتور؟ أحفظ الأكشن بتاعه بهدوء شديد جدا. بازو كونستريكشن اختار بقى شوية بيزل واكتب قبلها بازو كونستريكشن. برضه كونستريكشن للكورونرز فيقلل الكورونر بلاد فلو. برضه كونستريكشن اكتر في الفين بيعمل زينو كونستريكشن اكتر. برضه كونستريكشن اكتر في الرينال بلاد فيزل. يبقى دول اوضح ثلاث اماكن بيعمل فيهم برضه كونستريكشن. بوزيتيف ايموتروبيك بيزود الكاردياك كونتراكتيليتي، بيزود الكونتراكشن بتاع عضله القلب، بيزود خروج الالدوستيرون هرمون اللي هنعرف دوره بعد شويه والكاتيكولامين. فده الاكشنز بتاعت الاندوثيليوم اللي جت في امتحان كومبليت قبل كده. اكشنز اوف اندوثيليوم 1 2 3 4 بيقلل الكورونا بلاد فلو نتيجه هذا الفازو كونستريكشن. بيعمل فازو كونستريكشن فبيعمل لنا للرينال بلاد فيزل فبيقلل الرينال بلاد فلو. بيعمل فازو كونستريكشن للفين تاثيره في الخارج، خارج الجسم لما اجيب عضله القلب احط عليه اندوثيليوم الاقيه يعمل كونستريكشن. يعني فاضل كل فاضل كل فاضل كل فاضل مش في الجسم انا بتكلم
Failure of erection.
ان عملية الاريكشن محتاجة زيادة في البلاد فلو. ففي اثيروسكلوروزيس وفي غياب في الاندوثيليوم درايف ذا ريلاكسنج فاكتور. ولذلك فكرة عمل الفياجرا انها توفر نيتريك اوكسايد. احنا بنتكلم في العلم. يعني اذا كان نقص المادة دي يعمل امبوتنس، يبقى توافر هذه المادة يعمل اريكشن، والفياجرا بتعمل هذا الامر. الفياجرا ما هي الا انها بتوفر نيتريك اوكسايد. الاندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور، يزداد البلاد فلو، يتغلب هذا المريض على حالة الامبوتنس. دي اللوكال ريجوليشن في الدايمتر اوف ارتيول. وننقل الى السنترال ريجوليشن للدايمتر اوف ارتيول. قبل ما ننقل للسنترال ريجوليشن او السيستميك ريجوليشن، نقول لحضرتك ان النيتريك اوكسايد اللي هو الاندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور اللي بيعمل فازو دايلاتيشن، ده في مواد بتطلعه زي فادي كاينين على سبيل المثال، زي ماده اسمها دي اي بي او اكتف انهبيتوري بالطايب او انتستاينال بالطايب. في بعض المواد يا شباب اللي ممكن انها تعمل بازو دايلاتيشن مش بنفسها، لمجرد انها بس استانت انه يطلع النيتريك اوكسايد. سنترال ريجوليشن او سيستميك ريجوليشن للدايمتر اوف ارتريول. نيرفس هرمون. الاسئله اللي جت في المكان ده يا شباب بتاع ريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريولز، واحد سبستانسز ريليزد باي اندوثيليوم متكرره في النظر، متكرره امتحانيا في النظر. السؤال اللي جه برضه تاني جوه النيرفس ريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريولز حته اسمها فازو دايليتور فايبرز هنقولها دلوقتي. والسؤال التالت جه لوحده كده اسمه هرمونال ريجوليشن اوف دايمتر اوف ارتريولز. انا بتكلم على درس في غاية الأهمية بمكان لوضع الامتحانات. النيرفس ريجوليشن خدناها قبل كده، بس الأمانة من إن إحنا التكرار يذكر الحفاظ. ماشي يا شباب نبدا نربط يا شباب. فازو كونستريكتور فايبر وفازو دايليتور فايبر. انا سامع كلام. استاذن حضراتكم. هذا الارتيول وصل له فايبر. بعض هذه الفايبرز وظيفتها انها تعمل فازو كونستريكشن. وفي فايبرز اخرى وصل للارتريول تعمل فازو دايلاتيشن. احنا ممكن نتحكم في الدايمتر الارتريول عن طريق هذه النيرفس ريجوليشن، سواء الفازو كونستريكتور فايبر او الفازو دايلاتور فايبر. تعال نشوف الفازو كونستريكتور فايبر. بهدوء سمباتيك وبارا سمباتيك. السمباتيك القاعده العامه ان السمباتيك بيعمل فازو كونستريكشن اللي سميناه حتى سمباثيك تون. بنزود معلومه صغيره. فاكر حضرتك في السمباثيك لما كنا بنقول انك خارج من الصراخ واللمبر من اللاترال اورن سيلز بتاعت الصراخ واللمبر ورايح في جانجليا، دي علامه مميزه من علامات الاوتونوميك ومنها للبلاد فيزل. عشان اعمل برضه كونستريكشن وسميت ده سمباثيك تون، هضيف معلومه صغيره ان الكلام ده بيتم اندر كنترول لسنتر فوق في البرين ستيم. اسم هذا السنتر فازو يعني فازو موتور يعني محرك سنتر. بنعرف النهارده معلومه جديده ان هذا اللاترال هورن سيلز اللي في السباينال كورد اللي بتتحكم في الدايمتر اوف ارتريولز عن طريق الفايبرز اللي بتبعتها السمباثيك دي وبتعمل فازو كونستريكشن تون او فازو كونستريكتور تون، دي متحكم فيها الفازو موتور سنتر يتحكم فيها. مين ده؟ ده سنتر موجود
في المدلة أوبلونجات. الفارق من الباثاتيك يا شباب مش معروف له فازو كونستريكتور فايبر، لكن ممكن يعمل فازو كونستريكشن بطريقة اندايركت. حد يذكرنا إذا كان فاكر؟ مش عايز سؤال الباراسمباثيك نو فازو كونستريكتور فايبرز معروف في الباراسمباثيك، لكن ممكن بيعمل فازو كونستريكشن بطريقه اندايركت في ال مراجعه اخرى. فازو دايليتور فايبرز فازو دايليتور فايبر، فازو دايليتور فايبر برضه خدنا هذا الكلام لكن بنعيد التكرار فيه واكتب جنبه هام جدا نظري. فازو دايليتور فايبر الفازو دايليتور فايبرز ممكن تبقى سمباثيك. انت بتقول يا دكتور دي في قاعده عامه ان السمباثيك بيعمل فازو كونستريكشن الا في اماكن. واحد، اول هذه الاماكن الكوروناري بيعمل فازو دايليتيشن بطريقه اندايركت، بطريقه الميتابوليك اكتيفيتي، بطريقه ان انا اشتغل كتير وبالتالي عضلة القلب تشتغل كتير، تطلع ميتابولايت كتير، تعمل فازو دايليتيشن كتير، فيتغلب على التأثير الدايركت بتاع اللي هو الفازو كونستريكشن. يبقى إذا في الكورونري بنعمل فازو دايليتيشن. اثنين، في السكيليتال مسل غلط. السكيليتال مسل بتاخد فولنتري، دي فولنتري بتاخد سوماتيك مش اوتونوميك. سكيليتال مسل بلاس فيزل. الله ينور على حضرتك. هنا فيها وقفة صغيرة. أسأل سؤال يا شباب. في الفازو دايليتور فايبرز اللي رايحة للسكيليتال ماسل بلس فيزلز بتعمل فازو دايليتيشن عن طريق كيميكال ترانسميتر، سمبثات اللي خرجوا اسمه أسيتيل كولين كولينرجيك. آدي العضلة أهي وآدي البلس فيزلز اللي هنعمل فيها فازو دايليتيشن. وبيخرج هنا من السمبثاتيك أسيتيل كولين. أنا بقول لحضرتك أنا بتكلم في الإكسبشن. وأدي علامة الجنجل علامة الأوتونوميك. وأدي اللاترال هورن سيل. إحنا بنتكلم في سمباثيك. ولكن لقينا هذا الجهاز يا شباب اللي بيتحكم وبيعمل لي فازو دايليتيشن في البلاد فيزل بتاعت السكيليتال ماسل. لقينا مع حالات الصدن سيفير ايموشنز، لو واحد جاله باد نيوز والمصريين ولو حتى جود نيوز بنعيط في الحالتين وبيغمى علينا في الحالتين. لو جه صدن سيفير ايموشن واحد اتبلغ الحق مصنعك اتحرق، فهتلاقي ناس بتدفع السنه دي وتروح واقعه من طولها. فلقينا مع الصادم سيفير ايموشن السيريبرال كورتكس بتبعت امبلس عن طريق فايبر بتعمل ريلاي في حته اسمها الهايبوثالاموس. دي مجموعه من النيوكلياي الموجوده في البرين هتدرسها بالتفصيل في سنه ثانيه اسمها تحت المهاد. والله هايبوثالاموس اشيك. وتعدي على المدلة اوبلونجاتا على البازو موتور سنتر من غير اي ريلاي، وتروح تتحكم في اللاترال هورن سيلز دي مع الصدر كبير ايموشن، تنزل امبلسز كتيره، تشغل السمباثات دوت، تعمل بازو دايليتيشن في البلاد فيزلز بتاعت السكيلتال ماسل كلها، يحصل هايبوتنشن لان البلاد فيزلز تبقى فيها بلاد كتير،
والبلد الوصل للمخ يقل، ما دام في بلد هيتوجه للبطن يقل البلد اللي وصل للمخ، هيبدا يدوخ الشخص ده ويحصل له شينكو يعني فينتنج اتاك، يقع من طول. اخر مره عشان الزين من السيرابرال كورتكس ننزل نعمل ريلي في الهيبوثالامس، لان دي محطه بتوقف عندها قليلا، تواصل الامبلس سيرها تعدي على البرين ستيم على برضه الموتور سنتر من غير اي ريلي. نعمل ستيميوليشن للاترال هورن سيلز بتاعت السمباثيتك بعنف وبقوه. اعمل برضه دايلاتيشن نتيجه ريليز اوف اسيتايل كولين. يحصل هايبوتنشن. المصير بتاع البرين من البلاد ان. يحصل دوخة يقع المريض بتاعنا. فينتنج اتاك او يسموها سينكوب. لان الناس مختلفة في خبراتها، مختلفة في تحملها للصدمات. في واحد بيتعرض لصدمات تدريجية، في انسان هنا السيربرال كورتكس، والسيربرال كورتكس داخل فيه جزء خيالي، لكن في جزء بيختلف فيه الشخص في خبرات واحد من الثاني. في واحد يتعرض للصدمات هترجع مثلا للناحية الإيمانية، واحد مثلا لما يتعرض لصدمة يقوم عارف ان دي قضاء ربنا وقدره وان ربنا بيختبره وفي واحد ما عندوش القصة دي، مش لا هو حط امله في الحياه على التجاره دي، التجاره بتفاضل من الحياه الدنيا، ممكن في لحظه وانت ماشي تختفي. فدي بتبقى فيها قصص، يعني انت بتتكلم في قصه الكورتكس، مخزن معلومات، مخزن افكار، ودي قصه تعرفها ان شاء الله وصلت سنه ثانيه ان شاء الله. فده يا شباب لكتيره المطلب بلس فيجن بتعملها فازو دايلاتيشن. ثلاثه من الحاجات اللي بنعملها فازو دايلاتيشن السميث جلاندز. عند البلاد فيجز اللي جنب السميث جلاندز بنعمل فازو دايلاتيشن ونطلع اسيتايل كولين كسمباثيك، فيقوم يحصل السويتنج. فاكرين يا شباب لما قلت لحضرتك ان البوست جانجليونيك سمباثيك اللي رايحه للاد ان في الجانب والاد كيميكال ماسل بلاد فيجز دول بيخرج عندهم اسيتايل كولين، عشان يحصل سليبنج. أربعة بعض السبلانكينج بلاد فيزلز. احنا قلنا ان السمباثيتك عدو الجي اي تي. السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز بتاعت الجي اي تي عن طريق الفا ريسبتور. لكن في اماكن بيعمل فيها فازو ديليتيشن، الاماكن النشطة اثناء السمباثيتك ستيميوليشن من الجي اي تي هي الاماكن النشطه. الله ينور على حضرتك. الاماكن النشطه اللي في الجي اي تي اللي معاها سمباثيك ستيموليشن. انا بقول لك ده عدو الجي اي تي. لكن في اماكن لا له فيها شغل. له سمباثيك ستيموليشن تحتيه مهم. بنعمل السبلين والليفر. اما البازو دايليتور فايبرز اللي هي البارا سمباثيتك، فطبعا امال مين اللي بيعمل بازو دايليتيشن؟ فالبارا سمباثيتك اللي بيعمل بازو دايليتيشن، لكن اكثر مكانين البارا سمباثيتك واضح فيهم تاثير البازو دايليتيشن هو الاس اس السكس اورجن والسليبر جلاند. يبقى قاعدة عامة البارا سمباثيتك بيعمل فازو دايلاتيشن، عنوان السؤال فازو دايلاتور فايبر. قاعدة عامة بعمل فازو دايلاتيشن. بس أوضح مكانين السكس أورجنز عن طريق نيرفي إرجنتس، عن طريق البلزك نيرف والأكتيف active secretion of the salivary gland is يبقى معاهم فازو دايلاتيشن تأثير للبارا سمباثيتك واضح. النوع الثالث من الفازو دايلاتور فايبر والأخير وركز معايا حضرتك لأن احنا جينا درسناها في النيرف. وجينا كده يا بعض الناس يا دكتور مش فاهمينها، وقلت لحضرتك هيجي معادها في الكارديوفاسكولار، وهو جه معادها الانتيدروميك نيرف
impulse. ركز. الناس مركزة معانا. نبدأ. ماشي. لو واحد يا شباب جه اتشكل دبوس او اتخبط في ايديه حصل تيشو دامج بعصاية وراح مخبوط في ايديه وحصل هنا تيشو دامج، انا بلاقي المكان دوت احمر وحصل له انه فيه ورم ودبي، فتعال نشوف ايه قصة الانتيدرومك امبلس وايه قصة البازو دايليتور فايبر في القصة دي، ايه القصة دي؟ تعال نشوف. واحد حصل له تيشو دامج خلاص، انا ببدأ احس بألم، شوف ميكانيزم الاحساس بالألم في تحت الجلد، بتتجلد هنا بين ريسبتور مستقبلات حسية للألم، ما تنقلش غير الألم، ودي تبعت إخبارية هنا لغة تنفسين يعني انبل، هتوصلها للسباينال كورد ومنها للبرين عشان البرين هو اللي يتلقى هذا الإحساس ويترجمه إن ده ألم. وابدأ أطلع للبرين تو برين، ده كده الطريق الطبيعي الباس واي، الطريق الطبيعي بتاع الإحساس بالألم. لما حضرتك تتخبط هنا على الجلد فيبدا مستقبلات البين ريسبتورز طلعها ستيميوليشن تطلع لنا الامبلسز، والامبلس دي بتوصل الى السباينال كورد ومنها للبرين عشان ابدا احس بالالم. بس ده طريق الاحساس بالالم، انا بتكلم على انا ده دلوقتي استحمار، الخبطه دي عندت لي احمرار في الجلد ازاي؟ عن طريق الانتيدرومك امبلس. الانتيدرومك امبلس دي أصل البرانش اللي شايل امبلس ورايح للبرين ده في الطريق بتاعه بيقابله فايف برانش دانيلي، ففي امبلس تمشي كده وبعض الامبلس تروح راجعة للمكان لف وارجع تاني، نظرية لف وارجع تاني. الامبلس اللي رايحة للسباينال كورد دي والسي ان اس اسمها اورثو درومك، كلمة درومك يعني توصيل، واورثو يعني في اتجاه السي ان اس، الاتجاه المخالف اسمه للتوجع تاني اسمه انتي درومك امبلس. درومك يعني توصيل وانتي يعني في الاتجاه المضاد. بص حضرتك يا دكتوره الامبلس ماشي في الطريق اهو وفي امبلس راجع في الطريق اهي، راجع رايحه فين يا ترى الامبلس؟ في الانتي درومك امبلس انا راجع للارتريول اللي موجود في منطقه السكن، طب لاف فيزلز موجوده في منطقه السكن في المنطقه اللي فيها الخبطه اللي فيها التيشو دامج. تعمل ايه؟ اسبب بازو دايلاتيشن ازاي؟ اصل انا هنا الفايبرز بتاعتي نتيجه هذه الامبلس تروح مخرجه ماده اسمها سبستنس بي، بي هنا اختصار لكلمه بين، سبستنس بي ماده اسمها سبستنس بي او يسموها البين فاكتور. الماده دي تاثيرها على البلاد فيزلز اللي في المكان بازو دايلاتيشن، فلما يحصل بازو دايلاتيشن لون الجلد هنا يحصل له احمرار ريدنس، وينتشر هذا الاحمرار في المكان مش على المكان اللي فيه الخبطه بس، انتشار الاحمرار في المكان ده بيسموه فلير، فلير تمدد، انتشار الاحمرار في الجلد في المكان ريدنس او فلير. تاني اخر مره الانتيدرومك نيرف امبلس يا شباب بازو دايليتور فايبر، تعالوا نتكلم عليها ونشوف فين موضعها وايه اهميتها. انا ما بقولش ايه اهميتها، هو هنا الجلد ليه يحمر وليه يحصل بازو دايليتيشن؟ ليه يحمر؟ لكن ليه يحصل بازو دايليتيشن؟ ايه الحكمه؟ هقولها دلوقتي. المكان ده حصل فيه تشو دامج، انت اتخبطت فيه، انا حسيت بالالم ولقيت فيه احمرار وتورم في الجلد في المكان ده. حسيت بالالم ليه؟ لان البين اللي انا عملته الالم ده حصل عمل ستيميوليشن للبين ريسبتور فانطلقت بين امبلسز رايحه في اتجاه السباينال كورد ومنها للسي ان اس للبرين عشان احس بالالم، بس وهي ماشيه قابلها سايد برانش فرع جانبي، فبدا بعض الامبلس يرجعوا فين؟ لنفس المكان اسمها انتيدرومك امبلس في الاتجاه المضاد. طب رايحه فين؟ رايحه
أأمر النهايات الفايبرز دي إنها تطلع مادة اسمها سبستانس بي. بتعملي إيه؟ بعمل فازو دايلاتيشن في الأرتريول. ليه؟ أجيب دم كتير للمكان، لأن المكان ده بقى فيه تشو دامج، أحط الميكروبات فأوصل له بلاد فلو كتير عن طريق الفازو دايلاتيشن علشان الإميونوجلوبولين، علشان الأنتي بوديز، علشان الوايت بلاد سيلز، علشان المناعة. مر المكان ويورم شوية، ده بيسموه لوكال اكشن ريفلكس او بيسموه الميكانيزم اوف انتي دروميك امبلس. انتشار الاحمرار ده بيسموه فلير، وده ثالث فازو دايليتور فايبر. دي النيرفس ريجوليشن، يتبقى لنا ان شاء الله الهرمونال ريجوليشن كما كنا.